دكتور منير نسيبة، يعني برأيك المكاسب السياسية من اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بفلسطين على الجانب الأمريكي، يعني هل هذا سيمثل ضغط على الجانب الأمريكي سواء بالشارع الأمريكي أو حتى بالحكومة الأمريكية؟ يعني الشارع الأمريكي في هذه الأيام ربما لديه حراكاته الخاصة التي ستأخذ وقتا طويلا حتى تعكس على صانعي السياسة والقرار في الولايات المتحدة. ولكن فيما يتعلق في الإدارة الأمريكية فإنني لا أعتقد أبدا، في ضوء المعادلات اليوم، لا أعتقد أبدا أنه سيكون هنالك تحرك وتغير في السياسة الأمريكية. السياسة الأمريكية هي داعمة للاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل وبشكل أيضا ظاهر، يعني يتأكدون بأن دعمهم يكون ظاهرا بأي شكل لا يمكن تأويله إلا أن على أنه دعم، حتى لو كان خاطئا، حتى لو كان دعما في حالة الإبادة الجماعية كما نشهد في هذه الأيام. ولكن ربما يعني أريد أن أبرز هنا نقطة معينة، وهي أن أحد الأشياء التي أخشاها فيما يتعلق بالاعترافات، وهي إيجابية، يعني من يريد أن يعترف بدولة فلسطين من الدول التي لم تعترف حتى الآن أهلا وسهلا، ولكن أخشى بأن هنالك يعني الكثير من الحشد والعمل الدبلوماسي في هذا الإطار مقابل ما نحن بحاجته فعلا في هذه الأيام. نحن الآن في بحاجة إلى عقاب إسرائيل وعقاب المجرمين فيها، ولكن يعني الدول التي تريد دعم القضية الفلسطينية في هذا اليوم ربما الوجهة الأولى التي يجب أن يتجه إليها هي معاقبة الاحتلال الإسرائيلي، فهم أن هذا الاحتلال هو ليس مجرد احتلال، هو أيضا منظومة فصل عنصري يجب أن تعالج بشكل جذري. وهذه المدرسة الشمولية الحقوقية التي يجب برأيي أن نبدأ ب يعني توسيع النظر إليها. ولكن يعني قد يأتي موضوع، يعني أخشى في بعض الأحيان أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين بديل، أن يكون بديلا عن العقوبات للاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي يرتكب فيه الإبادة الجماعية. أتمنى أن أكون مخطئا، وأتمنى أن تكون نفس الدول التي قررت الاعتراف الآن بدولة فلسطين أيضا أن يعني تذهب إلى أبعد من ذلك في معاقبة الاحتلال الإسرائيلي، وأن لا يكون اعترافها بدولة فلسطين نهاية المطاف، لأنه حقيقة إنما يعرقل وصول الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال المفاوضات إلى دولة هو كون الاحتلال الإسرائيلي لا يخسر شيئا من احتلاله للأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، بل على العكس هو يعني يربح الكثير ويستطيع من خلال هذه السيطرة والهيمنة على الشعب الفلسطيني ليس فقط في الأراضي المحتلة عام 67 ولكن في الأراضي التي سيطر عليها منذ النكبة حتى اليوم، هنالك الكثير من الأرباح وهي مريحة جدا، لا يوجد تكلفة على الشعب الفلسطيني الذي يعني يحكمه الإسرائيلي، جميع التكاليف مدفوعة، وفي نفس الوقت ليس عليه إلا أن يحكم ويضربنا كل فترة حتى يقر أمنه الذي يدعيه. بالتالي إذا لم يكن هنالك عقوبات واضحة على الاحتلال الإسرائيلي فإن المزيد من الاعترافات لن تغير على الأرض، على أرض الواقع في نهاية المطاف. الاعترافات رمزية جيدة لا بأس بها.